يا خرده يا عيال، من يبي عشاء اطلب له معي انا. بس اسمع، استنى شوي يمكن ياسر يجي. يا ابن الحلال، ياسر له اسبوع ما جال استراحه، طلب سلامته. ياسر مريض. امه مريض، وش فيه؟ ما ادري، مرض. ها، وش مرضه؟ مرض من الامراض التي تصيب الانسان. فاكي، ياسر مريض ولا ايش؟ اتوقع انه مريض لانه ما جال استراحه من زمان. يا ابوي دزها انت وتوقعاتك. شكش، جاك علم عن ياسر؟ سمعت عنه شيء؟ يا ابوي دقيت عليه اكثر مره ما يرد، شكل كلام كفته صح. يا عيال، هذا خوينا، لازم نسال عنه. دزيناها لبيتهم وحنا راجعين ناخذ لنا اكل محلي. يلا هيا. ياسر بخير، ما في الا عافيه، انتوا ما تشوفونه؟ الا بس لنا كم يوم ندق عليه ما يرد، فقلقنا عليه قلنا نيجي نطمن. حياكم والله بيتكم محلكم، ياسر صديقكم واخوكم من زمان. وابشر بعلمه بعلمه انكم جيتوا وسالتوا عنه. احنا جاهزين نبغى نروح ناكل في المطعم. ابد، حياكم والله، انتوا في بيتكم وش تاكلوا في المطعم؟ غداكم موجود وكواتكم الحين تجيكم. لا يا عم كفته، قصده انه احنا معزومين على الغدا. كثر الله خيرك. هو صادق، كثر الله خيرك. اسمع يا كفته، لا عاد تعطي توصيات على مطاعم، ذوقك ماش. يا ابوي حرام عليك، اكله مره طعم. لا يا شيخ، انت ما عندك مشكله، الاكل زين مو بزين، فرامه ما شاء الله عليك. الحين وراك انت وياه رايح عند ابوي تقول ولدك ما نشوفه؟ اشغلت امي وابوي، الله يشغلك انت وياه. ابوك التصريف البطله. تعال تعال علمنا وينك زابل لك كم يوم. والله لا زابن ولا شيء، صرت اطلع مع جروب ثاني. اطلق من جو الاستراحه، جوهم رايق. جوكم عزايم؟ وش دخل عزايم؟ وهو صادق، على شكلك ولبسك كنك جاي من عزيمه وطاقها احلى مفطح. انتم اخر ناس تتكلم عن اللبس، وش اعرف كنت وياه هذه الموضه. بس تبون الجد؟ يا عليهم جو، عليهم فخامه، تبون اكل، تبون مواتر، تبون كل شيء، اسواق، تمشيه، تي 1، فرفره. طب عادي تدخلنا معك بذا الجو؟ والله اذا تبغى تدخل معنا يا عامر يبغاك تغير اشياء كثيره مره. أشياء كثيرة فيني أنا؟ مثل وشو؟ اسمك، لبسك، شماغك، مشيتك، وبين بينك طاقيتك. طيب لو جيت ببنطلون والتيشيرت يمشي؟ يا قدمك أنت يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون بطلوها من زمان. الحين ثوب السلك الكريمي هو ترند عند عيال شمال الرياض، ويبيكم تشترون سماعة إيربودز وتحطون واكس على شعوركم. أقول لك أنا ما عندي واكس، ينفع أحطه على شعري زيت؟ زيت أجل يا حبيبي. أنتم يبغالكم تدريب نظري وعملي وبروفا قبل الطلعة، خاصة انت يا بابا سنفور. قصيت سماعتي عشان تصير زي سماعتك. السموحة ياسر، امسحها في وجهي هالمرة، تعرف خوينا درج. الحين وش المرحلة الجاية يجعلك تسلم؟ وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. أما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر. وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر، موتر كفتة ما يواكب المرحلة أبدا. انزل انزل، وش عرفكم انتم؟ اوف 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 اوف، سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا. يقلدونا؟ ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصوا المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه؟ يا ابن الحلال، الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لها نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها، واطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك، وابشر بعزك. ها
هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي؟ جبها. أنا ما راح أركب معاكم. دار إنك طفران يا ابن حلال، جب جب اللي معك. أنا معي 20 ريال. تنفع تنفع، نستب فيها الكفرات. جبها. حتى. يا عيال الطابور ده متى يمشي؟ لا يخلص التيون؟ أمه يخلص. ترى مو بحفله، يحس بحفله التيوان. شارع ترى مو بحفله. شارع؟ اي شارع ما يخلص. اوكي. خلوه علي يا عيال. يا عيال من لي سيارته محروقه برا، يلحق عليها بسرعه. وانتوا ما طلعت معهم؟ انا جايب تاكسي. جايب تاكسي؟ اي تفضل تفضل. لا 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 انت قبلنا امشي. لب الموتر الفخم يا عيال. كويس يا عيال لحقنا على اخر موتر، ولا كان ضاع الجدول. المهم يا عيال طق الثقل ولا تتلفتون واجد. ولد ايش قلت لكم انا؟ ليه؟ لان اي واحد مع موتر فخم يتلفت واجد يعني مستاجره. راحوا عادي. هلا والله بالعيال. الحين وش الجدول يا الخوي؟ بنروح للعيال كاشتين. اما عاد هالموتر الفخم وذا اللبس والاخير نكشت. وش عرفك انت وجهك؟ بتشوف الجدول كيف؟ وابيكم تطقون الثقل لا تفشلوني معهم، وابيكم بعد كل كلمه تقولونها تجعلك تحيه، تجعلك تسلم والله يحييك، كذا النظام. طيب الله يحييه. حتى اساميكم ما تمشي مع كشختنا. ايه حتى اسامينا الحلوه بتغيرها؟ أمانة يا عامر اسم شكش حلو؟ قل عادي لا تستحي. بصراحة يا شكش أحمد ربك إن نمشيك على ذا الاسم. إيش كان يدلعونك يوم كنت صغير؟ كان يدلعوني شكشوكة. شوف خذ لك شكشوكة فضيلة. كلكم يا عيال لازم أغير أساميكم. أنت يا عامر راح يكون اسمك نايف بن تركي. أتحداك الاسم البطل يجي نايف بن تركي ونسحب العامر. أنت يا شكش مشاري بن محمد. أنا أبغى اسم يحيى لأني أنا أحب اسم يحيى. لا 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 انت اسمك يا كفته مشعل بن سعد. كل واحد يحفظ اسمه زين يا عيال. ها لزوم لها ياب جعلكم تسلمون. يا زين سوالف يا بعد راسي والله، لكن شنقها يبيلها زياره ثانيه باذن الله. نبي نسافر لها ضروري والله لازم. يا بعد عيني والله. فيصل سم الله يحييك. ما كنا هذا ياسر بن فيصل اللي جاي؟ على اللهو. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام. مساء مباركة. اهلا وسهلا. اعرفكم على اخوياي نايف بن تركي، مشعل بن سعد، وشاري بن محمد. حياكم الله. يا مرحبا. الله يحييكم يا رب. اعرفكم على اخوياي فيصل بن ناصر، مساعد بن فيصل، خالد بن تركي. يا هلا وسهلا فيكم، نورتوا. يا علي صب القهوة. ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا الكشت الكيوت؟ الكيوت عيونك الله يسلمك. استريحوا استريحوا، حياكم الله. اهلا وسهلا. الا البركة هالجي ياسر. الله يعطيك خيره ويكفيك شره. اردم تركب جلك تحيا. الله يبارك بيامك ان شاء الله جعلك تحيا. احلى ما فيه لوحه مميزه ورقم فرد. جعلك سالم موترك ذا طلبيه خاصه؟ لا 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 اخذناه من المحل. اي الله يطول لي عمرك، طلبيه خاصه. اسكت قول له الحقيقه انك ماخذه من تاجير سيارات، لا تكون كاذب. جعلك تسلم. يبي لها دبي تجعلك مضخر ان شاء الله. والله بالنسبه لي انا وخالد طيارتنا على كان بكره الصبح، ان كانكم تبون تخوننا اعز من يجي. الله يحييكم. الله يسلمك، لو قلتوا لنا بدري كان حجزنا ولقينا تذاكر ارخص، لكن الحين التذاكر نار. جعلك تسلم. لا لا سلمك الله، حنا مستاجرين طياره خاصه ولا فيها الا انا وخالد. الله يطول لي بعمره جعلني مبكيه. لا وماخذينها بسعر طيب طيب حيل. من الأخير لقطة، تخيلوا ذهاب وعودة ما كلفت 250 ألف ريال.
يا ساتر، كأن حقه تدي ابويا في القمر ولا زحل. السعر ولا في الخيال، توفقتوا فيه جعلكم تسلمون. جعلكم وترجعون. زبدة يا عيال، وش تبغون نعشيكم؟ العشاء خلوه علي، بس أهم شيء العزبة والمة. وش قال؟ يقول عزبة، ونيس الله يحييك. اي عزبة، وراك شادة أنت. وش عزبته الله يفشلك. اي فيصل الله يطول لي عمرك، نبغاك تشوي لنا برجر، بس أبغاه ولدن مو بزي آخر مرة لأنه ما عجبني الله يسلم. أبد أبد تامر بها، وأنت يا نايف. ها؟ مثل ياسر. وأنا نفس طلب عامر. عامر؟ لا أنا أقصد طلب نايف، جعلك عامر سالم. يا كابتن أنا أبغى اثنين، واحد كذا وواحد كذا، نفس طلبه القديم اللي ما عجبه والجديد اللي إن شاء الله يعجبه. هيا ما يصير خاطرك إلا طيب، الحين بكلم السواق وجيب الأكل هنا. إلا يا جماعة الخير ودي أسألكم سؤال، المصروف اللي أعطاني إياه الوالد هالفترة أحسها مرة يكفيني، وأحياناً ما أدري وين يروح. أنتم زيي ولا أنا لحالي بس؟ أوف صاروا زينا مطفرين. كلنا مثلك، جعلك تحيا وتدوم. أجل أشواني ماني بالحالي، قبل 3000 ريال ما تمشيني يوم، الحين 5000، العصر هي رايحة. آخر اليوم ولا آخر الشهر جعلك تسلم، شكلك ملخبط. سمعت الشقال، لا يوم ما هو شهر. يا أخي دمك خفيف أنت.